متابعي مصراوي، اهلا بحضراتكم، معاكم احمد السعداوي في لايف جديد من صاله التحرير موقع مصراوي. ارتفاع قياسي وكبير لاول مره في تاريخ تسعير الذهب. سعر الجرام عيار 21 سجل النهارده 3000 جنيه، وده رقم كبير جدا مقارنه بالارقام اللي قبل كده. اول مره الرقم ده يسجل في تاريخ تسعير الذهب. عيار 24 وصل الجرام الى 3429 جنيه، عيار 18 وصل الى 2571، وعيار جرام الذهب عيار 14 وصل ل 2000 جنيه. الجنيه الذهب وصل ل 24000 جنيه، ارتفاعات كبيره وغير مسبوقه. معانا الاستاذ نادي نجيب، سكرتير عام شعبه الذهب بغرفه القاهره التجاريه سابقا، هيوضح لنا ايه اسباب الارتفاعات التاريخيه ديت، وايه هي النصايح للناس المقبله على شراء الذهب او بيع الذهب، والناس اللي بتستثمر فلوسها في شراء الذهب، ايه الافضل بالنسبه لهم خلال هذه الفتره، ينتظروا ولو هيشتروا جرامات اللي هي العاديه العيارات، ولا يشتروا سبائك ذهبيه. كل الامور دي هيوضحها الاستاذ نادي نجيب، اللي هو سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا. أهلا بك يا أستاذ نادي. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. مبدئيا كده، ممكن تقول لنا إيه أسباب الزيادة التاريخية دي اللي أول مرة يوصل سعر جرام الذهب الأكثر مبيعا، واحد جرام عيار جرام عيار 21 ليوصل نبقى سعره 3000 جنيه؟ هو طبعا ارتفاع طبعا ما حصلش قبل كده في تاريخ الذهب كله، يعني من بدايته لغاية دلوقتي ما حصلش الارتفاع الجامد ده، إلا طبعا بالظروف اللي موجودة حاليا، وهي مؤثرات اللي بتأثر في سلعة الذهب، لأن الذهب سلعة عالمية بتتأثر أولا بالبورصات العالمية نمرة واحد، ثانيا بسعر الدولار في السوق الموازي نمرة اثنين، نمرة ثلاثة وده أهم حاجة العرض والطلب. فلما بيكون في طلب كبير والعرض بسيط بيرتفع الارتفاع اللي بيحصل ده. يعني في ظل الارتفاعات الكبيرة دي يا دكتور، في ناس بتقبل بكمية، ناس أعدادها كبيرة بتقبل على شراء الذهب رغم ارتفاع أسعاره في الفترة دي؟ يعني للأسف، لأن هو ملاذ آمن، وبعد كده كلهم طبعا النهاردة مع ثبات سعر الفايدة فابتدوا يلتجئوا للذهب كملاذ آمن من ناحية، ومن ناحية تانية يعني علشان يستثمروا في أموالهم بدل الفايدة اللي هي موجودة النهاردة في الأوراق النقدية أو في البنوك ثابتة، وللأسف طبعا مفيش إقدام عليها، فابتدوا كلهم يستثمروا في الذهب، وده طبعا سبب عرض كتير، والعرض ده طبعا سبب زيادة في السعر اللي هو حاليا. طب زيادة، ولكن طبعا مع الوقت اللي حصل دلوقتي، ان طبعا مع المضاربات اللي حصلت وحاجات زي كده، ان في كمية اتباعت تحبطت السعر تاني حاليا. السوق الموجود بالظبط 2970، نزل 30 جنيه عن مكان. طيب بالنسبة يا فندم، حضرتك قلت ان التعاملات الدولارية وكده، طب تجار الذهب في تعاملاتهم الدولارية بالنسبة لسعر النهاردة، ان سعر جرام عيار 21 يوصل ل 3000 جنيه، طب تقدر حضرتك تقول لنا التقدير بتاع التجار بالنسبة للدولار سعره كام جنيه النهاردة مثلا كسوق؟ كسوق السوق ده طبعا ده بيخضع للعرض والطلب، ده من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه طبعا يعني يقال اللي موجود دلوقتي يعني بيعدي ال 50 جنيه، يعني 51 51 ونص كمان. طيب هو ده السبب. هل الزياده قبل الارتفاع خلال الفتره المقبله اكتر من كده؟ محتمل جدا، محتمل لو الوضع الحالي ضل على ما هو عليه ونفس الطلب يعني اتوجد هو، فطبعا هيبقى في زياده تكتيك. طيب بالنسبه ده احتمال، الاحتمال ده حضرتك معاه بتنصح الناس انها تشتري في الوقت ده، او لو الناس اللي هي بتبيع في الوقت ده افضل ولا ينتظروا؟
لا هو اللي بيبيع دلوقتي افضل، لان طبعا السعر ده ما انا بقول لحضرتك ما وصلوش قبل كده للارتفاع الكبير قوي ده. ده فطبعا وبناء عليه لما وصل ال 3000 في ناس كتيره نزلت طبعا باعت، لان هي شاريه ارخص من كده، محدش اشترى في 3 ابدا. ده فكل بالنسبة اللي النهارده هيبيع. طب بيسال بالنسبة للي هيشتري يا دكتور يا أستاذ محمد، بالنسبة للي هيشتري، ده بالنسبة للي هيبيع، بالنسبة للي هيشتري الوقت ده انا أفضل بقول للشراء؟ بالنسبه للي هيشتري بقى يشتري اللي هو الحاجه الضروريه اللي هو محتاجها. يعني ايه؟ يعني مثلا المقبل على شبكه طبعا ده لازم هيشتري، فيشتري الحاجه الضروريه، يعني او لو هو المجبر عايز هو اللي هيشتري. بناء على كده الاحتمال ده ممكن السعر يفضل على كده وممكن ينزل، ولا قابل للارتفاع طالما هو مجبر؟ لو هو مجبر ان هو يشتري دلوقتي فيشتري، طب لو مش مجبر لا هينتظر ممكن السعر ينزل؟ طبعا احتمال كبير، لان احتمال ان هو السعر ينزل. يعني دلوقتي نزل حضرتك ما فيش يعني ساعة نزل 30 جنيه يعني آخر حاجة، آخر حاجة من بحثنا يا فندم كان يعني سعر جرام الكيلو 21 قبض 3000 جنيه. 30,000 جنيه. لا الكيلو قبض 30,000 جنيه، ب 30 جنيه الجرام، 30 جنيه بس في 1000 الساعات دي، جرام. نعم يا فندم. 30 جنيه مؤخرا ايوه ده بقول لك نزل دلوقتي اهو حالا حالا. 30 جنيه يعني معنى كده ان ف 30 السعر متغير، احتمال يعني ينزل طبعا احتمال السعر متغير. لا، السعر حاليا بعد ما وصل ل 3000 جنيه، حضرتك بتقول حالا نزل 30 جنيه ايوه يعني بعدها ما فيش ساعه، في ده اقل من استمر ساعة. ساعه او ساعه ونص نزل 30 جنيه بقى 2970 حاليا. طب تمام. بالنسبة يا فندم للناس اللي بتستثمر او اموالها في الذهب، تنصحهم بشراء الذهب كعيارات زي عيار مثلا 21 18 24، ولا في سبائك ذهبية، ايهما افضل للاستثمار الامن؟ يعني ده طبع السيولة اللي هي موجودة معاه دي نمرة واحد. طب هل ده نمرة اتنين هو طبعا كله ذهب، لما بيزيد أي عيار بيزيد الزيادة هي هي، ولو في هبوط بيهبط الكل برضه هو هو. طيب في يعني ناس الذهب بتفضل كذهب بجميع عياراته وجميع أشكاله، لما بيعلى بيعلى كله كذهب، لما بيهبط برضه بيهبط كله كذهب. تمام، في ناس بتبص يعني للذهب يا زي فندم. ما هو السيولة اللي معاه عايز يشتري بيها جنيهات ممكن، عايز يشتري بيها جرامات ممكن، 24 ممكن، تبع السيولة اللي معاه وتبع ما هو عايز هي الناس بتفضل انها مثلا تشتري السبيكة او الجرامات، بتقول ان المصنعية سعرها بيختلف عند البيع مثلا من السبيكة للذهب كجرامات، كجرام 21، جرام عيار 14، عيار 18. دلوقتي حضرتك بالنسبة للحاجة اللي هو بيشتريها، بيشتري حاجة سليمة مضمونة مغلفة مدموغة في مصلحة الدمج والموازين، علشان لما يجي يبيعها ويشتريها من الجواهرجي بتاعه أو يشتريها من محل بصنعة طيبة وياخد فاتورة رسمية من المحل اللي هو اشتراه، علشان لما يجي يبيع يبيع وهو مرتاح جدا بدون أي حد يقول له حاجة. يبقى أيا كان الاستثمار في الذهب بيعتبر في الوقت الحالي أأمن حاجة بالنسبة للمواطنين المقبلين، طبعا وبالنسبة طبعا لاحتمالية إن هم ينتظروا الفترة المقبلة يشتروا ولا يشتروا دلوقتي، حضرتك قلت اللي مجبر مثلا حد بيخطب في اللي شبكة هو في داخل الكلام ده. في شبكة أو داخل في حاجة، لكن عشان يستثمر لازم يستنى شوية أو يشتري جزء وما يشتريش بالسيولة كلها، علشان لو هبط يشتري بالجزء الباقي، لو علي يبقى هو مسك برضه جزء من ده كلام مهم جدا ونصيحة دي مهمة. أي حد مقبل على شراء ذهب مجبر على ده، ما تشتريش بالفلوس اللي معاك كلها، اشتري جزء بسيط، تمام بعد كده. كده ده بعد كده احتمال السعر ينزل في الفترة المقبلة. طبعا طبيعي. تمام. يبقى نصايح حضرتك يا دكتور زي ما انت قلت ان الشراء في الوقت الحالي لو انت مجبر، لو انت عايز تستثمر فلوسك اي نوع من انواع زي ما قلنا، سواء سبائك او سواء جنيهات او سواء جرامات، كل ده يعتبر استثمار امن في الذهب. تمام. بالنسبه يا فندم بقى للجزئيه بتاع الدولار، بتحدد بناء على ايه؟ نعم يا فندم. بتحدد بناء على ايه بالنسبه للتاجر اللي بيتعامل في الذهب؟ لا ما هو
التاجر اللي بيتعامل بالذهب ملوش دعوه بالدولار. ما دلوقتي الدولار ده سكه ثانيه. دلوقتي الدولار مثلا كموجود كسوق سوداء، النهارده قلنا الذهب ارتفع كذا كذا، فده مرتبط مثلا بالدولار ان سعره النهارده في السوق السوداء وصل لرقم معين. دي حقيقه، لكن هو الدولار شرطه بالذهب ان الاوقيه العالميه اللي هو دلوقتي حاليا تعتبر 2040 دولار سعر الاوقيه العالميه، بيتدرب في سعر الدولار في السوق الموازي علشان يطلع السعر المحلي. تمام. في خبراء يا فندم قالوا ان ارتفاع اسعار الذهب على المستويين العالمي والمحلي ده بياتي بسبب ترقب الاسواق لصدور بيانات مؤشر الانفاق الشخصي الامريكي الجمعه المقبله. ده برضو جزء يعني، بس مش هو المؤشر المباشر او القوي للعمليه، لان البنك الفدرالي الدولي لما يعني خلى سعر الفايده ثابت زي ما هو، ده برضو خلى ناس كثيره اتجهت للتجاره في الذهب وللاستثمار في الذهب. تمام. هاخد تعليق حضرتك على التوقعات اللي بتشير الى امكانيه حدوث ارتفاع جديد في اسعار الذهب مع توقيت استحقاق شهادات ذات عائد 25% ما يرفع الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار مجددا. ايه رأي حضرتك او تعليق حضرتك على الجزئية دي؟ لو طبعا سعر الفايدة كبر وكتر يعني بأكثر من الوقت الحالي، هيتجهوا برضو جزء من المستثمرين في الذهب لبيع جزء من استثماراتهم في الذهب ويستثمروا في الأوراق المالية. إذن يا أستاذ نادي، دلوقتي أسعار الذهب مرتبطة مثلا بأسعار بسعر الدولار في السوق السوداء، مرتبطة محليا ومرتبطة عالميا. عالميا صح. عالميا قلنا ان في توقعات بتقول ان في توقعات متزايده بخفض الفدرالي الامريكي اسعار الفائده خلال الربع الاول من 2025، هل ده ليه علاقه برضه بالزياده اللي حصلت في اسعار الذهب النهارده؟ طبعا دي بقول لحضرتك ليها المؤشر بتاعها برضو تبع الجمهور اللي هم بيستثمروا او الجمهور اللي هم بيتجهوا لشراء الاوراق الماليه. تمام يا فندم. عندك اي نصيحه اخرى تقدر تقولها للمواطن بخصوص هذه الجزئيه بالنسبه للاسعار ارتفعت النهارده بصوره كبيره جدا؟ لا، ده هو يشتري طبعا بقدر المستطاع، بس ما يشتريش الكميه كلها، لكن اللي عايز يبيع، وفي طبعا ناس اول ما علي السعر ده اتجهت فعلا للبيع، وده السبب برضه من اسباب هبوطه تاني ل 2970 بدل 3000. وتاني بالنسبه للاستثمار في الذهب، لان ده اكتر سؤال الناس بتساله، عايزين نستثمر فلوسنا، فلوسنا مثلا دلوقتي لما لهاش قيمه لو سبناها من غير ما الناس بتتاجر فيها او كده، فالناس بتتجه الناس تستثمرها في زي الامور دي، بتنصحهم بدلوقتي ولا فيما بعد؟ ينتظروا ولا دلوقتي يستثمروا فلوسهم في الذهب؟ يشتروا؟ لا، هو ما انا بقول لحضرتك، هو ما يشتري بس ما يشتريش زي ما قلت بكل الكميه اللي معاه. حضرتك قلت ما يشتريش بكل الكميه، للي هيشبك او هيجيب شبكه يجيب جزء دلوقتي وجزء بعدين. لا، بالنسبه للي هيستثمر فلوسه. لا، بالنسبه للي بيستثمر كمان. تمام. يعني اللي عايز لسه يستثمر في الذهب وما عندوش اصلا ذهب، يشتري مش بكل السيوله اللي معاه. تمام. يشتري بنصها ويخلي النص الثاني سيوله زي ما هو. ليه؟ لتوقعات السوق. اذا هبط يقدر يشتري بالسعر الهابط على السعر العالي اللي هو اشترى بيه، يعمل متوسط كويس فيقدر يهبط بالسعر العالي اللي اشتراه بالسعر اللي هو هابط، يبقى خد متوسط كويس ويبتدي يستثمر. تمام يا استاذ نادي، يعني كده معنى كلام حضرتك، الخلاصه اللي انا فهمته، ان سواء انت هتشتري مجبر، في شبكه في الكلام ده كله، سواء هتستثمر فخليك في المنطقه الامنه، هتشبك هات على قدك دلوقتي والباقي هاته بعدين، هتستثمر هات بجزء دلوقتي وبقيه الفلوس هات بيها بعدين لما الدنيا تشوف الامور استقرت والسعر بقى ثابت في الجزئيه ديت، فتقدر وقتها تستثمر ببقيه فلوسك وتشتري اللي انت عايزه. تمام كده يا دكتور؟ تمام. واحنا بنشكر حضرتك جدا استاذ نادي نجيب، سكرتير عام شعبه الذهب بغرفه القاهره التجاريه سابقا، شكرا جدا على مداخلتك معانا يا استاذ نادي. العفو يا فندم. تمام، شكرا.
إذن هناك ارتفاع قياسي وكبير لأول مرة في تاريخ تسعير الذهب. سعر جرام الذهب عيار 21 يوصل للأكثر مبيعا، يوصل ل 3000 جنيه، وسعر عيار 24 بيوصل ل 3429 جنيه، وسعر عيار 18 يوصل ل 2571 جنيه، وعيار 14 وصل ل 2000 جنيه، والجنيه الذهب وصل ل 24000 جنيه. زيادات كبيرة وغير مسبوقة بتحصل لأول مرة. تواصلنا مع الأستاذ نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، وقال لنا إن أأمن حاجة بالنسبة للمقبل على شراء الذهب أو اللي بيبيع الذهب، اللي عايز يستثمر، اللي عايز يشبك، أيا كان هتشتري الجزء دلوقتي. لو أنت هتشبك محتاج تجيب شبكة داخل على جواز، تشتري جزء دلوقتي، وفيما بعد ما الدنيا تستقر وشوف أن السوق استقرت ساعتها تقدر تشتري الباقي. أما بالنسبة اللي هيستثمر أمواله في شراء الذهب سواء سبيكة سواء جرامات 21 24 أو إلى آخره، يفضل أن أنت ما تشتريش بكل فلوسك دلوقتي، اشتري جزء والباقي فيما بعد تكون الدنيا استقرت شوية. والتوقعات بتاع الفيدرالي الأمريكي في 2024 نشوف وصلت ليه، لأن ده بيأثر محليا زي ما بيأثر عالميا على سعر الذهب. وده بالنسبة للأمور اللي ناقشناها مع الأستاذ نادي نجيب. هنقول له إن أسعار الذهب بالفعل يوم الأربع اللي فات يوم الأربع النهاردة شهدت صعود لأعلى مستوى لها وسط توقعات متزايدة بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2024، وارتفعت أسعار الذهب على المستويين زي ما قلنا المحلي والعالمي وسط ترقب الأسواق لصدور بيانات مؤشر الإنفاق الشخصي الأمريكية الجمعة المقبلة. سعر الذهب عالميا زي ما قلنا في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 2000 وصل ل 2041 دولارا مقارنة ب 2025 دولارا في مستهل تعاملات أمس الثلاثاء. وتشير التوقعات إلى إمكانية حدوث ارتفاع جديد في أسعار الذهب مع توقيت استحقاق شهادات ذات عائد 25% زي ما قلنا، مما يرفع الطلب ومن ثم ترتفع الأسعار. وكانت أسعار الذهب قد قفزت إلى أعلى مستوى في أسبوع يوم الخميس الماضي بعد أن أعلن الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة عند 5.5% مع تزايد التوقعات بإنهاء دورة تشديد السياسة وخفض أسعار الفائدة في عام 2024، مما أدى إلى تراجع الدولار والسندات. متابعينا قدمنا لحضراتكم كل ما حدث بشأن أسعار الذهب والقفزات التاريخية الكبيرة اللي حصلت النهاردة، وإيه أسبابها، وإيه النصايح بالنسبة للمقبل على الشراء أو الاستثمار. شكرا لحضراتكم، كان معكم أحمد السعداوي من صالة تحرير موقع مصراوي.